وردك دقه هو كسب بحي حياة النبض السجود ده سيردون كقرن كصوماليا يا لوجد دقيين سن عدم هذا صوماليا كمل من إسقاب قبس يا سياسة ده إيه ها تنكر دحتاج المزورين توقص الرياض الكصوماليا ده وده هل كان نقلة سعودة وورسده إيرير تي في هدية تعرفت ده مركي كوجو روسيا نلا تشان قاعدة تشان الكسبسكرايب ساسيا أضوها شو حقيه يوجد بيجي بي كصومالي ده يوجد هم بعارمك هدية نلا سيتشوك تلم هالسنين لنا السي وذاك أصحاب تجعل سيدا ذوك لين هلان وركم مال الله قوة ذو حساس سن عيادة نبض سجود يا سيردون كقرن كصومالي وصوص أرت الدجنين علوس الله حريدا حيصد السياسة ذي إبريان كارو سن مجال ذا مقدشي حرم تدل كصوماليا عيادة نبض سجود يا سيردون كقرن كصوماليا نساء يا وقدك تعيد ماذا قلب كسيدا إن يكون ملمان سياسة حل أي حيسة سياسة كتاغن تهي دالك قرالك صباح النساء وإي صوردك تبرتي ذا تويتر كايا لغوي لتلسك النساء وحوكو هوليا هاي سوغد أمنيك وحوكو ديك ياكو ميرنك سياسة عيدنك قلبك سيدا أيين لا سياسة يواجباتك عيدا مدى شعبك الصوماليين وأيكم هتسيين مرور بقرب استاك هي ذا أمنك أيا لقوي القرآن كسو بعه هذا نبص سجدة سيردون كقرن كصوماليا قرآن كنساء يا وافق صن دجنين أي هري وبحية أنت لياش عيد ماذا حوك ذلك أي بوريسك وأي عيد إنك وقد دجيين إن يكون ملمان سياسة ما قال هذا مقدشوا يا وحا حد كتاج أنا عبس الله حريدين ودقال كدع كرو يلا عيد ماذا بتبعد قرن أي ديارو يين إن أي دفاعان رئيس الوزراء روبلة oo u farmaajo isniintii isku dayno awood ciidan ku qabsada xafiiskiisa roobla ayaa dhacdaas ka dib uga diga ciidamada amaanka inay ka amar qaataan madaxweynihii hore ee farmaajo franqeeshi falanqeeyayaasha siyaasadda ayaa rumaysan in digniintan ka dhanka ku milanka ciidanka ee siyaasadda ay yihiin kuwa lagu badbaadinayo madaxweynaha muddo-xileedkiisu dhamaaday محمد عبد الله فرماچو لرميسن يهي انو هدا ك... ان اي هدا كسو هرجيدان عيدمدا انتودا بدن وحاي تسالا وسو قاتين ان اودوان نس اي حجار اي مرنا كهلن مركي عيدمدا دولتا او فرماچو بلا كهر وادهغسدين لوو ورر مدفينيي هوري ايادا سيردون كاي نبد سوغدا قرنكا سوماليا وحا هوغامين ياسين فري او كخدان فرماچو يا تليو هوري فهد ياسين ayadoo xiisada hadda taagan ay ka dhalatay sababo ay ka mid yihiin kursiga xildhibaan ee Yasiin Faray uu ku guuleystay oo muran badan dhaliyay farmaajo ayaa hadda wajahaya cadaadis xoogan waxaana hadii xiisada siyaasadeed ay isku beddesho mid ciidan suuragal ah in ay beesha caalamku ku cadaadisay in xafiiska banaaye madaxweynaha muddo xileedkiisu dhamaaday maxamed abdullahi farmaajo